معنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من عمان محلل السياسي والكاتب عبد القادر نايل. مرحبا بك سي عبد القادر. إذا مجلة فورين بوليسي الأمريكية ذكرت أن البصرة تشهد غليانا بسبب الإهمال الحكومي، كيف ترى الأوضاع في البصرة وهل تعتقد أن الأمور مرشحة للتصعيد ولا سيما بعد أنباء عن تخطيط ناشطين لتصعيد احتجاجاتهم لعدم استجابة مطالبهم؟ اهلا وسهلا بكم وبمشاهدي قناه الرافدين الفضائي الكرام. البصره بالتاكيد خصوصا بعد اتضاح كذب حكومه العبادي في كل الوعود التي اطلقتها والكتب الرسميه التي نشرتها على الاعلام والمؤتمرات الصحفيه التي قادها حيدر العبادي لانقاذ البصره كما سمع، اتضح انهم يكذبون عليهم وبالتالي لا أمل لهم إلا في التظاهرات، ولذلك التخطيط للتظاهرات قد انطلق بالفعل، واليوم قطع الطريق الرابط بين البصرة باتجاه بغداد بتظاهرات واضحة هذا يعني هذا اليوم رغم أن الأجواء ماطرة. لذلك الناشطون في البصرة هم يستعدون وقد خططوا بالفعل لانطلاق تظاهرات حقيقية لمحافظة البصرة، هذه المحافظة المنكوبة مع بقية المحافظات الأخرى، لكن البصرة حقيقة تعيش غليان حقيقي لأنهم يدافعون عن وجود حياتهم وحياة أطفالهم القادمة والأجيال القادمة فهي منعدمة بالكامل. وبالتالي أيضا أضحى حكومة عادل عبد المهدي منذ اللحظة الأولى إهمالها للبصرة، لأن أمام هكذا كم من الاحتجاجات وما يجري من سوء خدمات كبيرة للبصرة لم يوفق ولم يقل ولم يرشح حتى ذرا في الرماد وزيرا من البصرة في حكومته. كل هذه المعطيات حقيقة علم أهل البصرة أن ليس لديهم أي جدول اهتمام لدى هذه الحكومات المتعاقبة، لا سيما أن الموازنات واضحة المعالم كيف أيضا همشتهم باتجاه محافظات أخرى كما فعلها حيدر العبادي وعادل عبد المهدي عندما وضعوا ميزانيات لمحافظات مستقرة، بينما المحافظات المنكوبة والبصرة أخذت من ميزانيتها بطريقة التهميش والإقصاء. هل تعتقد أن اعتصام سكان البصرة أمام حقل غرب القرن الثاني يمكن أن يضغط على حكومة بغداد من أجل تنفيذ مطالبهم، أم أن الحل الأمني سيكون جاهزا لهذا الاعتصام؟ من المؤكد أن الحلول الأمنية جاهزة، وبالتالي الحكومة وأحزابها يريدون التصعيد من أجل السيطرة العسكرية والحسم الأمني كما فعلوها في محافظات أخرى، لكن أهالي البصرة أيضا لديهم عشائر وبالتالي استفادوا من الرخو الأمني من خلال دعم هذه العشائر لتأسيس الحشد، فبالتالي كانت لديهم أسلحة كثيرة ومتطورة، وبالتالي البصرة لا تعتمد فقط على اعتصام حقل القرنة كما أسلفت لك اليوم اعتصام على الطريق الرابط باتجاه بغداد، وبالتالي هم يريدون الضغط باتجاه اعتصامات داخل المدينة، وعلى هذا الأساس يجري التخطيط، لا سيما أن الحكومة كذبت عليهم في كثير من الملفات ومنها أنها قالت للعالم وللمجتمع أنهم أطلقوا سراح الناشطين الذين تظاهروا واعتقلتهم الحكومة وقواتها الأمنية، وتبين من خلال أهالي البصرة أن هذا الوعود أو هذه الأخبار كاذبة بالمطلق، بل لا زالت الاعتقالات وأن قسم من هؤلاء ربما ماتوا تحت التعذيب إلى الآن لا يعرف مصيرهم من أهلهم، وبالتالي هم يمتلكون أيضا عشائر. لذلك التصعيد نحو الأمام والتظاهرات حقيقة هو سيد الموقف رغم الحلول الأمنية المستمرة على أهالي البصرة والتي لم تتوقف إلى هذه اللحظة. طيب هل تعتقد أن الغضب الشعبي في البصرة الذي ينتقل ربما رويدا إلى باقي المحافظات منبعه سوء الخدمات أم الفساد المسبب لهذه الكارثة التي يعيشها العراقيون؟ إن منبع التظاهرات في البصرة والذي اليوم أيضا انطلقت في بابل وستنطلق في محافظات أخرى هو منبعه الفساد الذي تعتاش عليه هذه الأحزاب الطائفية التي تحكم العراق في العملية السياسية، وهذه القناعة وصلت إلى جميع العراقيين ولذلك هم قاطعوا الانتخابات، لأنه ليست القضية سوء خدمات، القضية عندما نقول سوء خدمات أن هناك إعمارا يمضي، بالتالي ما موجود حاليا أن هؤلاء لم يستطيعوا أن يحافظوا على البنى التحتية ما قبل 2003، هم لم يبنوا شيئا إلى هذه اللحظة، والأموال الكبيرة ذهبت إلى الفاسدين، والفاسدون هم أنفسهم اليوم حقيقة يتوزعون فيما بينهم على المناصب، وبالتالي يتقاسمون عملية السلطة في العراق من أجل الاستحواذ والبقاء
في ملفات فساد واضحة تماما وسرقة أموال العراقيين، وبالتالي كل الحكومات وحتى هذه الحكومة التي دعمتها المرجعية وربما تكلمت فيها لا تذهب باتجاه محاسبة الفاسدين، لأنها جاءت للفاسدين أنفسهم وأعطت غطاء واضحا تماما لكل الفاسدين، وبالتالي هي تسلم مقدرات العراقيين لمجموعة أشخاص واضحة. لذلك حقيقة التظاهرات منبعها الفساد واليأس من عملية الإصلاح بالكامل، وأن العراق ذاهب باتجاه قيادة هذه الأحزاب السياسية إلى المجهول، ولذلك حقيقة هم يريدون أن يقفوا موقفا، لأن العراق هو ملك الشعب العراقي وليس ملك هذه الأحزاب التي تريد استمرار الوقت لدوام حكمها من أجل سرقة أكثر مال من العراق ومن شعب العراق ومن مقدرات وثروات العراق، وبالتالي تحطيم العراق. ولذلك الصبر نفذ لدى الشعب العراقي، لأن استمرارهم هو تحطيم العراق ونهوض الشعب العراقي بمظاهرات يعني الحد من هؤلاء، وبالتالي اقتراب طريق الخلاص منه. من أجل ذلك هدد شيوخ عشائر باللجوء إلى السلاح في حال يعني لم تنفذ مطالبهم بالطرق السلمية التي يسعون إليها عبر الاعتصامات والتظاهرات. هل تعتقد أن الأمور ذاهبة للانفجار؟ أولاً أن الأجهزة كلها أمنية ميليشياوية حكومية، وبالتالي تعتمد على بقاء الأحزاب وتريد حقيقة، وهي ارتكبت جرائم بحق المتظاهرين سواء سابقاً في تظاهرات 25 شباط أو المحافظات الستة، والآن ما جرى على البصرة وأهلها من حسم أمني واعتقالات واغتيالات واضحة، وقد رأيتم الميليشيات بالزي الأمني المدني بالتصوير الواضح للناشطين كيف يقتلون المتظاهرين ويخطفونهم من ساحات التظاهرات. وبالتالي هذه العشائر أصبح من العار عليها أن تقف مكتوفة الأيدي أمام أهاليها وأمام أبنائها الذين يقتلون ويعتقلون، ويأتي هذا التهديد حقيقة انسجاما مع أن هذه العشائر قد أطلقت وعودا لحماية هؤلاء المتظاهرين الذين هم لا يطالبون لأنفسهم لا بمنصب سياسي ولا بمكسب مادي، إنما يطالبون لهذه العشائر والأجيال القادمة حقوق واضحة تماما يريدون أن ينتزعوها من الفاسدين، فأصبح لزاما عرفا عشائريا حقيقة حتى لا يكتسب لهم العار في المستقبل أن يحمون هذه التظاهرات، وبالتالي الوضع باتجاه سيتجه باتجاه حقيقة قضم أو مواجهة تلك الميليشيات التي تريد قتل الشعب العراقي بالمتظاهرين السلميين من خلال سلاح العشائر ومن خلال أبناء العشائر في جنوب العراق، لأن هذه القضية حقيقة حتمية، وحتى لا يلحقهم العار في المستقبل أن أبنائهم قتلتهم مجموعة ميليشيات سرقت المال العراقي وقتلت أبنائهم وهم مكتوفي الأيدي ينظرون إلى هذه الجريمة الكبيرة. لذلك حقيقة هذه الميليشيات لن تتوقف باتجاه أنها سترتكب جرائم، وهذه الجرائم ينبغي أن تواجه من قبل العشائر الذين وعدوا بحماية المتظاهرين السلميين بسلاح العشائر. عبر سكايب من عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر نال، شكرا جزيلا لك.